تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك فيما يلي نصها. سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسماء آيات التهاني والتبركات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالتكم ويحقق كل ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم لهذه المملكة الغالية وأبنائها الأوفياء، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين. ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها: صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الاعتزاز والسرور أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بعيد الأضحى المبارك، وفي الوقت الذي نقدر لسموكم أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين. ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها: صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الاعتزاز والسرور أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بعيد الأضحى المبارك، وفي الوقت الذي نقدر لسموكم هذه التهنئة والمشاعر الفياضة، لندعو الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى وطننا وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حفظ الله سموكم لمواصلة دوركم المميز في سبيل تقدم ونماء مملكتنا العزيزة، ودمتم بحمد الله سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.